سعد الله أوقاتكم، نرحب بكم في مركز الرياض الصحي في حلقة من برنامج المنتدى. هو مركز من الدرجة ألف، يقدم خدماته في منطقة ذات كثافة سكانية من ذوي الدخل المتوسط والمتدني. تتراوح هذه الخدمات ما بين المقدم لجميع المرضى وما بين المقدم بشكل خاص للأم والطفل. بالنسبة لمقاطعة الرياض تحتوي على 6 مراكز صحية موزعة على الحيز الجغرافي. لمقاطعة الرياض فيه 3 نقاط صحية وفيه 3 مراكز صحية، 2 من فئة باء وواحد من فئة ألف اللي هو المركز الصحي لمقاطعة الرياض اللي يوجد في بكاديس. هذا المركز الصحي هو المركز الصحي للمقاطعة واللي توجد فيه أغلب الاستشارات الطبية. يحتوي المركز على 3 مناطق، هي فيه الماترنيتي وفيه بلوك دو كونسلتاسيون وفيه ان بلوك دو سبيتاليزاسيون. هذا المركز فيه يحتوي على صيدلية وفيه مخبر وفيه تلفزة ليكوغرافي وفيه كذلك راديو سيمبل ستاندار، في كذلك بلد الولادة، فيه بلوك الولادة اللي هو فيه استشارات ما قبل الولادة وما بعد الولادة، في كذلك قالوا بلانيفيكاسيون فاميليال، وفيه قاعة للولادة، قاعة للولادة وفيه قاعة ما بعد الولادة. هذه الخدمات كلها اللي قدم المركز الصحي تتكون أساسا في هذه الأمور اللي هي الاستشارات الخارجية. الاستشارات الخارجية يقوم بها الطبيب والطبيب المعالج اللي معاه والماجور اللي هو بدور يقوم كذلك بتشخيص وعلاج، عنده علاج أمراض السل. هذا المركز كذلك فيه أخصائيين استشاريين، فيه تعاون مع طبيب نسائي، فيه كذلك التعاون مع طبيب أخصائي أمراض الجلد. وفي الفترة الماضية كان فيه وفيه كذلك تعاون مع طبيب أمراض الباطنية، ويقدم من أحسن المراكز الصحية في العاصمة نواكشوط بهذه الخدمات اللي قلنا كاملين، إضافة إلى كذلك كريناس هو مركز التغذية اللي يضم كذلك مركز تغذية علاجية ومركز تغذية عامة بالنسبة للأطفال اللي عندهم سوء تغذية. هذا المركز كذلك لديه أنشئ أخيرا بالتعاون مع وزارة الصحة والبروجي إنديان الماترنيتي بيلوت. هاي الماترنيتي بيلوت أو نيفو دي مقاطعة الرياض اللي كانت وزارة الصحة وفات بالتزاماتها من حيث تجهيز قاعة الولادة وكذلك اعطاها اللوازم الضرورية من ليزاسبيراتور لسال داكوشما لتابل داكوشما اسبيراتور لي بوات داكوشما لي بيرسو بور لي زانفان ولي لي دوسبيتاليزاسيون انكور. كذلك بالتعاون مع الوزارة عن طريق البرنامج الصحة الإنجابية تم تكوين القابلات، تم تكوين أعوان النغافة
وكم كذلك خلال هذه الماترنيتي بيلوت إلزامية المداومة بالنسبة للقابلات، قابلتين في كل مداومة، هذا الإلزامي منذ تقريبا الشهر الثاني. هذا بالإضافة إلى أنهم تم تشجيعهم بأنهم على المداومة معوضة، وهذا مكن كذلك من نقص في الرفع شر، سواء كان الصداقة سواء كان الصبخة اللي عندنا معها اتفاقية بحسب قالوا الفرفي أوبستريكان اللي هو التكلفة الجزافية. عندنا على التكلفة الجزافية كل امرأة تخلص مثلا 6500 قديمة وتضمن لها المعاينة في أي وقت جات، تضمن لها تلفزة ثلاثة إلى اثنتين إلى ثلاثة مجانية، تضمن لها كذلك نوع من الفحوص الأولية اللازمة لها، تضمن لها الولادة بدون أي مقابل والدواء كذلك خلال فترة الحمل. مكن كذلك هذه التكلفة الجزافية يعني خلقت ذيك لا سيباراسيون دي فورفي مع الفورفي دي السبخة، مكننا كذلك من عندنا نعدلو نعود عندنا يعود عندنا تسيير ذاتي. هذا التسيير الذاتي للتكلفة الجزافية مكننا معلن عندنا يعود الدواء موجود إلى ذاك اللي موجود عند كمك نشروه، ذاك اللي ما هو موجود عند كمك وطلب على أنه لا بد يعود خاض ضروري موجود يعود يشتري من عند الخصوصيين، والمهم يعود ما فيه نقص في ذيك الأدوية الضرورية اللي عندها لائحة محددة من طرف البرنامج الوطني للصحة الإنجابية. وفي هذه الـ 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 في هذا البرنامج كذلك اللي هو المشروع الهندي هذا تم كذلك تكوين القابلات من طرف، نشكر في هذه المناسبة ليز اسوسياسيون دي جيني كلوب اللي مكنتنا وتابعت معنا تطور هذه لا ماترنيتي بيلوت او نيفو دو لا مقاطعه ديال الرياض، من حيث تكوين ومتابعه الامهات حتى بعد الحمل، كل امراه عقب الحمل ينقبض في رقمها ويعدلوا لها سيفي بوست بارتوم قالوا بعد الولاده، يتم خلاله معرفه حالتها هي وحاله الطفل كذلك، إذا عاد فهم حالات تستدعي أنها ترجع للطب ترجع له مرة أخرى. وفي هذه ما اللي طبقنا من جانب الآخر أن ما ننسى الطفل على أن تعود بعد كل ولادة مباشرة يتم تلقيح الطفل قبل أنه يرجع لأهله، وهذا مكننا من استرجاع ياسر من الأطفال كان يضيع مباشرة وراء الولادة ما تينا الروح. هذه قسم الولادة كذلك فيه جانب تباعد الولادات، ويتم كذلك فيه تقسيم الأدوية منع الحمل بطريقة مجانية، ما في أي مرض قد تقول لك اليوم عنهم باعوا لها ذيك الأدوية المخصصة لتباعد الولادات. فيه كذلك سيارة إسعاف ثنتين، واحدة للسنتر الطرحي 18 و 16، وفيه واحدة المقاطعة الرياض، ويتم إذا تطلب رفع حالة معقدة تحتاج عملية قيصرية والله عندها كذلك مضاعفات أخرى يتم التكفل بها عن طريق رفعها ولا تخلص إيش. ما فهم أي مرة في مقاطعة الرياض تقول لك عنها دفعت مقابل رفعها شهر، سواء كانت السبخة بالنسبة للناس اللي عندهم متكلفة بالتكلفة الجزافية والله الناس اللي عادية اللي تجي مولي ما هي داخلة في ذاك الإطار
ترتفع للمستشفى الصداقة، لأنه هو المستشفى اللي في الولاية. كذلك يتم المعاينات اللي قبل اللي بعد الولادة، المعاينات اللي بعد الولادة اللي تدخل في إطار التكلفة الجزافية للحمل. هذا كذلك تم تكوين القابلات اللي في الحالات المستعجلة على التكفل بالطفل. وهنا نشكر عن طريق البرنامج الوطني الدكتور خطري اللي واكبنا كذلك في إطار هذه الماترنيتي بيلوت، من أجل تحسين قدرات القابلات على التكفل بالأطفال حديثي الولادة. وكذلك عدلنا معها برنامج للرفع من خلال أن أي طفل عنده أي مشكلة خلال الولادة يتم رفعه بالتعاون مع البيدياتر في الصداقة. وأعطانا كذلك إنفش دي ريفيرانس طرحناها عند الماترنيتين إن تعودوا هم محتاجين لها يرفعوها. هذه الخدمات كلها مكنتنا كذلك من خلال الأشهر الماضية، مع أن عاد فيه أمر واضحة على أن تم نقص عدد حالات الرفع، تم التكفل بأكثر الحالات اللي ما هي معقدة على مستوى المركز، كذلك تم التكفل حتى بالحالات الاستعجالية اللي ما هي خاصة بالنساء. أي حالة استعجالية ما هي خاصة بالنساء يتم التكفل بها، ولا عاد فهم تحتاج رفع ملي مباشرة. هذا اللي نتحدث عنه إلا على مستوى السانتر اللي في كاديس. فهم أطباء أخرين اللي هم قلنا لكم الترحيل دي ست والترحيل دي زويت، هم في إتباع كذلك، هم فيهم ماترنيتي يقوموا بنفس الأدوار بالتعاون. إذا عاد في أي مشكلة يرفعوهم هم اللي ويعودوا يتواصلوا مع المركز اللي هو المقاطعة. في النقاط الصحية كذلك اللي بدورها تقدم استشارات طبية في مجال الأطفال والنساء، ويتم التكفل بهم حسب برنامج ذيك النقاط الصحية. وكذلك النقاط وكذلك بالتعاون مع المركز الصحي. هذا كامل فيه يعطينا كل هذه النقاط الصحية تعطي تقارير أسبوعية، وكذلك هناك تقارير شهرية لكل النشاطات اللي في المقاطعة. مركز الرياض هذا يتكون من عدة أقسام، قسم صيدلة، قسم تحاليل طبية لابوراتوار، قسم راديولوجي فيها من راديو وسيبومو، وفيها قسم الأسنان دانتست، وفيها قسم ماترنيتي الولادة، وعنده قسم فاكسيناسيون التلقيح، عندهم هم اللي قسم الحالات. عندنا قسم الحالات المستعجلة، عندنا قسم الحالات المستعجلة معها سيارات إسعاف، وعندنا إيكوغرافي لزيادة الفحص بالأمواج الصوتية. المركز يستقبل يوميا حدود من ساعات الدوام من الثامنة إلى الرابعة، يستقبل حدود 60 إلى 70 مقابلة في الطب العام وطب الأطفال. من قد قسم الأسنان نفس الشيء، قسم الراديو نفس الشيء، والحالات المستعجلة تبدأ ابتداء من الساعة الرابعة، يطلعوا فيها أطباء ممرضين يشتغلوا فيها من الرابعة قام هاي إلى الثامنة بكري، وحتى هم اللي يقوموا بدورهم. أي شيء قاعدين يعالجوه ما هم قاعدين يعالجوه، يدبروا عليه سيارة الإسعاف وينقلوه لمستشفى الصداقة ولا مستشفى الشيخ زايد ولا
واحد من مستشفيات العمومي، هذا هو طريقة نظام العمل هناك في المركز. عندنا مالية قسم خاص بالتبركلوز، المرضى اللي عندهم السل الرئوي عندنا لهم متابعة، ونتكلم بهم زميلين قالوا محفوظ، ومتابعهم متابع دواهم متابع فيشاتهم متابع عمرهم كاملة. بالنسبة لفاكسيناسيون اللي تفوتوا تطرقوا لها تعودوا تجبروا حتى هم اللي تشتغل على دوام الساعة على أوقات الدوام كاملة، والحمد لله ما قط لاحظنا شيء الحمد لله. أكو يزور الانتباه قسم التوليد من اللي رايك شهرين دشنا السيد الوزير معالي الوزير الصحة برفقة وزيرة الأمومة والطفولة، دشنوا قسم الولادة هون وجابوا له تجهيزات حديثة فيها قدر من التجهيزات، وعادوا تكوين القابلات، وعاد فيها قدر من 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 السيرفيس ولا قدر من الخدمات اللي ما كانت تتواجد فيه. ويجوهم اللي أخصائيين، عادوا يجوها أخصائيين، مجموعة من الأخصائيين معدل برنامج عليه، وتجيه بانتظام تجبر القابلات مجهزين لهم ذيك الحالات كاملة اللي مستعصية عليهم، والله ذيك الحالات كاملة اللي تحتاج متابعة مع أخصائي يجبروا القابلة مجهزتها لهم ويشوفوهم ويقبضوا فيها القرار اللي يقبضوا. وانتم تقدوا تقيسوا القسم من رأسه وتتقابلوا مع اللي صاشفان يتكلموا لكم، وتشوفوا هم اللي التجهيزات بعينيكم، تجهيزات حديثة تطورت حتى من قسم الولادة، ورفعت حتى من مستوى الخدمات اللي تقدم فيه. أنا شخصيا ما قطعت من خلقوا فيها اختلالات، لا دائما نسولوا عنهم ويقولوا القابلات لأنهم يجهزوا لهم المرضى ويجوهم دائما. شفت الدكتور أحمد الزين نهار وهاي هون، شفت الدكتور فاطمة متعب القادر مولي، الدكتور أحمد بابة أخصائيين يشوف الدوام هناك، يجبروا لساشفام مجهزة لهم مثلا المرضى اللي يلا يشوفوا ما في أي اختلال فيها سوى وشنو. هنا أخصائي أطفال يجي هناك مرة واحدة في الأسبوع، عندهم أخصائي المفاصل يجي مرة واحدة في الأسبوع، وعندهم أخصائيين النساء اللي يجوا بانتظام عندهم أخصائي في السكر بينهم معها اتفاقية يجي هم اللي يعاين مرضاهم حكم الاختصاصات كاملة. هون إذا قالنا أخصائي عظام ما فت عاد يجينا يا خير، عدنا بعد باتصال مع أخصائيين عظام ونمشوا لهم المرضى بانتظام، والمريض من الساعة اللي يجينا ويعود يلا ينتقل مباشرة لواحد المستشفيات ننقلهم مباشرة، قاعد يعالجهم في المركز نعالجهم واللي يمشي. في حالتي أنا تعرضت لحالة تطلب الاختصاص، تطلب رأي أخصائي مستعجل، المريض نديره في سيارة إسعاف نديره في الأمبيلانس ونمشيه في المستشفى الصداقة والمستشفى الشيخ زايد. المريض يمشي في سيارة إسعاف، المريض كامل يحتاج تنقل، حالة مستعجلة شورى واحد من المستشفيات، نحن ما نقول له يمشي يقبض تاكسي، نقبضوا له نوفروا له النقل، نرفدوه في سيارة إسعاف إنين نوصلوه بل الإرجانس بل الحياة المستعجلة اللي ممشي لها. يسوى مريض ماترنيتي، يسوى مريض قايس العظام، يسوى مريض قايس الجراحة، مريض كامل يحتاج حالة مستعجلة تنتقل شور المستشفيات، نحن نوفر إلا النقل. الفحوصات تختلف عن أسعار الفحوصات تختلف من بداية دخول المريض هون، بس يدخل يخلص ميتوكية، خلص ميتوكية من الفضل القديم بالحسب القديم ميتوكية، يخلص ميتوكية ويدخل ينشاف وينكتب له دواء. أغلبية الأدوية كاملة تنكتب أدوية متوفرة في الصيدلية ومتوفرة بأسعار مناسبة وجودة عالية، مولي جودتها جودة عالية. نحن صيدليتنا ما فيها من الأدوية ما هو أدوية اللي جايبة الدولة، أدوية اللي جايبة لكاميك، شي ما هو عند كاميك نحن صيدليتنا ما يدخلها صيدليتنا، وفيها الأدوية كاملة، فيها المضادات الحيوية وفيها الزانتي باراسيدير، فيها طول ميديكامات ديسبونيبل بور باش نقدونا نعدلوا عن تريت ما بور عمالات. الفحوص أسعار نحن نعدلوا جميع الفحوص، نعدلوا طول الزناليز، نعدلوا كامل المعادلة الزناليز سبيسياليزي
تقصد جميع الفحوص؟ معناها علينا عدنا مثلا المريض نقدر نعدل له فحص الكلى، نقدر نعدل له فحص السكر، نقدر نعدل له فحص الكبد، نقدر نعدل له لاباراسيتولوجي كامل، نقدر نعدل له علينا السبائي، نقدر نعدل له زرع البول، علينا أقلبي حتى الزهرمون نعدلوه. مثلاً الزهرمون تنقال للقدد تي 3 تي 4 تي ساش نعدلوه من المستوى المهولي. اسعار اسعار مناسبة. فحص السكر هون يكلف 600 جنيه، فحص الدم NFS تكلف 1200، فحص القدد هون يكلف 3000 جنيه. منين تلمشي يعدلوا شهر القطاع الخاص يعدلوا 21000، هون فحص القدد يعدلوا بس 9000 جنيه. اسعار اسعار مناسبة حتى للمنطقة ومناسبة للمواطن. الجراحة الصغرى ما هي أسرع عندنا حتى، الجراحة الصغرى ما هي أسرع عندنا حتى. نعدوا لي سيتير، هذو لي سيتير البريمير بريمير بريمير سيتير مثلا هذه الأولية، وبسيطة تكلف 1500 أكثر شيء 2000 جنيه. يعتبر المخبر رأس الضروريات للكشف عن طبيعة المرض ونوعيته، ومن المهم للغاية أن تكون نتائج فحوصه في الوقت المناسب، لكن من المهم للغاية أكثر أن تكون دقيقة، إذ على أساسها يحدد الدواء وبالتالي يتوقف عليها العلاج والشفاء. بالنسبة للابراتوار هنا تيا ما شاء الله مجهز بأغلب الأجهزة الضرورية، بعد الفحوص الاستعجالية كاملة موجودة، نعدلوه كاملة اللي من الاستعجال نعدلوه يوخى ذاك الوقت ما يحصل. وبالنسبة للفحوص الروتينية الصاريك اللي تستغرق عيادة نهار 24 ساعة اللي نعدلوه بالتعاون مع مخابر متخصصة هون في الدشرة، وسي بون ماتريالنا كامل مولي ما شاء الله ما عنده مشكلة. دائما فحوصات الدم كاملة، فحوصات الهضم، فحوصات البول، فحوص كاملة نعدلوه تبارك الله له كامل. وفيما يخص جانب أسعارهم واللي ما شاء الله ما في المتناول، ما هي أسعار أساسا محددها الإدارة الجهوية مراعية فيها عن منطقة منطقة ناس ضعاف، دائرة أسعار معقولة، أسعار لا حكم رمزية، ما هي أسعار اللي عند العيادات الكبار وعند الأطباب الكبار في المتناول، متناول الناس كاملة. سي بون. لا لا مراحل الفحص اللي مر عليها شيء من البداية للنهاية بالنسبة بالنسبة للفحص يبدا مع الصباح، نبدا هون مع الصباح اللي ينقال له قبيض العينات اللي هو قبيض الدم من المريض. يجي المريض عادة ياسر من الفحوص يتطلب عن يعود المريض ما هو ضايق شيء، وعدل مع الصباح ما بعد المريض ضايق شيء نقبض منه الدم. نفس الشيء بالنسبة لفحوص الهضم وفحوص البول المولي يطلبوا عنهم يعدلوا مع الصباح، يجيب المريض العينة عادة نعطونا احنا الآلة اللي يجيب فيها العينة ويجيبها لنا مع الصباح ونستقبلوها ونعدلوا عملية تسجيل وترقيم العينات وهيك المسائل تقنية تسجيلها وهيك الأمور. بعد ذاك لين تفوت تؤكي العينات كاملة وتعود يانتيفية وتعود مسجلة، يتم تقسيم العمل. مثلا هاي فحوص تعلق بكيمياء الدم عندها أجهزة خاصة بها تندار في سيري، فحوص إماتو الدم عندها زادية أجهزة خاصة بها تندار تعدل فيها، فحوص البول عندها زادية طريقة تعدل بها، ينفصل هذا وكله ينعطى جهة معينة يلي يتعدل ولا أخباره. اللي منها يأخذ ذاك الوقت لا يأخذ ذاك الوقت، اللي منها يستغرق كي مثلا فيم فحوص بول تستغرق 3 أيام تقبل زاد وقتها بيلي فيها زراعة وفيها روايات تستغرق وقت. فيم دائما فحوص الاستعجالية ذاك بتحديد من الطبيب يحدد انه يطلب يعود مثلا عنده مريض يحتاج انه يشوف انه نتيجة في ذاك الوقت يعود مخبرنا بذاك ونعدلوا له الفحص نسبقوه ما ندخلوه ذاك روتين العمل يعود يعدل ذاك الوقت نوفاهم ذاك اللي كنا واحلين فيه والله نصيبوا له رجاج من الجماعة
عود يتبارك له معاه يطلسوا له ذاك الوقت ياخذوا حسب حاجة المريض النتيجة في ذاك الوقت. الفحوص الروتينية كاملة تعدل توفى كاملة في نفس النهار، منها ما يستغرق نهارات يوفى في نفس النهار، نحرروا ونحرروا نتائج ونعدل ذيك الأمور، يعود جاهز عندنا في نهاية الوقت، يعود الصبح مع الصباح يجي المريض يجبر نتيجته جاهز. وعادة بعد برنامج العمل هون عندنا بالنسبة لقضية الزحمة عندنا قاعتين، عندنا قاعة لأخذ العينات وهي قاعة مانيبيلاسيون، هاي القاعة هي اللي تتم فيها عملية العمل على العينات. القاعة الثانية هي اللي يعدل فيها أخذ العينات. الزحمة ما شاء الله ما لا عادية ما هون ما شاء الله فم زحمة ذيك كبيرة، حسب بعد النهارات عياج النهارات ما شاء الله مولي تعود زحمة متين لا كامل بعد مولي لا نسايرو ما في مشكلة. بالنسبة للفحوص اللي تستغرق 3 أيام ذاك طبيعته هي أساسا فحوص البول وفحوص الهضم اللي منهم ينزرعوا، طريقة عمل تعدالهم تتطلب 3 أيام. النهار الأول يعدل قراءة مباشرة العينة تحت المجهر وذيك الويات اللي تفوت اللي تشاف ذيك العينة تعدل لها عملية زرع في وساط إياك نشاف نمو البكتيريا، كان في البكتيريا اللي تنمى ذيك الوساط خارجين وساط معينة تنمى فيهم شيء معلم 24 ساعة شيء 48 ساعة. في حال تنجبرت ذيك البكتيريا واللي مات في ذاك الوساط لابد من تعدل لها دراسة المضادات الحيوية اللي تعود هي تعود فعالة ضدها، ذاك مولي يستغرق 24 ساعة. عادة العملية تتطلب من 3 أيام إلى 4 مجملا بعد ما تخطى 4 أيام. الفحوص كاملة نعدلوها هنا تياها على ذي الأجهزة اللي عندنا هاي الأجهزة كاملة تعدل الفحوص لنعدلو، وخالقين فحوص متخصصة كيف الهرمونات وكيف فحوص متخصصة نمشوها المخابر، نتعاون مع مخابر هنا تياها يعدلوها لنا زادية ما عندهم مشكلة أمورها هي طريقة تعدالها. ما عندنا احنا أجهزة هون ما هي متاحة لنا، ترى بعد نتحمل احنا مسؤولية أخذ العينة من المريض ومتابعتها مع المخابر اللي نتعاملوا معها تأخذ النتائج نجيبوها وما عندنا مشكلة. تولاوا احنا على المواطن رفود العينات، نتولاوا عن أمول التنقل بدل من يمشي ويتنقل يلوذ المخبر متخصص يعدل فيه فحوص ونعدلوها نحن هون. يا خير بيد خلاص يخلص هو عندنا احنا هون قضية الاخلاص، لا يخلص هو عندنا احنا هون بيك تكلفة الفحص، لذلك احنا ما متحكمين في تسعيرته، ديك تسعيرته يعطيها لنا المخبر اللي نتعامله معاه نقولوها للمريض مستعد احنا لين نعاونوه بنسلكوه من يمشي يتنقل هو الشهر ذاك المخبر تشو. نتولى ونحن عن عملية النقل وعملية مولي انه يسلك منه، مثلا عندنا احنا عنده فحوص متعددة واحدين لين عدلهم لنحن هون سلكوه من عدلوا نحن واحدين هون ويمشي مولي عقب ينقبا منه الدم مرة أخرى يعود مقبول منه لا مرة واحدة مولي من ناحية شبه المريض من يعود لا يمشي عدل عندنا احنا شي من الفحوص جزء منها يبقى له مثلا منها جزء يعود لا بد من يقيس بلاصة أخرى ينقبا منه الدم قبل أخرى يسلك من ذيك الناحية. وعادة لين نشكوا في مثلا تعريف عينة نلقوها وتو عينة كاملة شكينا في تعريف جاتنا فم لبس انها تعود ماهل ذا المريض، لكن لا نلقوها نقول المولاها يرجع لنا نعود نعاود له أخذ العينة من جديد. دائما ذيك الأمور اللي نحاول انها ما تخلق ما قط قاع الحمد لله شهدنا حالة من ذاك غير بعد في حالتها لا قدر الله خلقنا لبس في عينة معينة نطلبه دائما عن يرجع المريض ونعاد أخذ العينة منه من جديد. من أهم الأمراض التي تهدد الصحة العامة مرض السل الرئوي أو السل بصفة عامة المنتشر بشكل لافت، وتطبيقا لسياسة وزارة الصحة الصارمة في المجال على جميع المراكز الصحية الاجتهاد في المحافظة على علاج المرض مجانا، وليس ذلك فقط بل يجب عليهم أيضا الحرص على أن يتابعوا علاج المريض حتى لا يستفحل المرض إلى مستويات أخطر، فما المبذول في هذا المجال على مستوى مركز الرياض؟ المستشفى العام يستقبل جميع الأمراض اللي منها يقعد عالجهم يعالج منها يقعد عالجهم نحيله، وأنا شخصيا مسؤول عن علاج السل الرئوي
من الحمد لله 2004. العلاج سلهم مجان، الحمد لله دواء مجان. مريض اللي يجي يبغى دواء يتابعوا دواء لين ينتهي يقولوا دواء خرافه. يقول نتعامل معهم مشكله. بعض المرضى يتم هنا الدواء لين يمشي ذاك منزل. يعني عنده رقم هاتف ترمي عليه، مره ما نشغل بقى ذاك الرقم، مره يقعد مغلق، مره يقعد مغلق في الشبكه. ذو المشكله نعاني منها، ما حد يصاح دائما المريض لين يجي يبغى عنوانه وبلو، ما عندهم واحد يتابعوه لين يعطي شي مجان مشوا لحد اللي ودوا. يا غير مشكلة عندهم اللي يقولوا ما يصبروا، يقولوا ياك راهو تحول راهو شيء. شو المرضى صار ملتزم كيف لين تجي تحول، يقول انا قاس بيد الفلانيه نعطوه تحويل، نعطوه تعطي الدواء عليه وتحويل ويجي بالانقاس ويجي قسم المسؤول عن العلاج حضر له نفسه بطاقته يتابع مع العلاج. فنوع المرضى ملتزم هذا واحد منهم يشتوه مع المقا. يوم واحدين يقعدوا بعد شهر اثنين وجاجة ملي هاي مشكلة. يقول تاخذ من انت، يقول انا لا سافرت شوي وقلت البادي وبطيت له. هاي النوع هون ما هو زين به اللي يبغى مناعة. العود ما برا ما كمل علاجه، هو لا يمشي لجرثومة تبغى مناعة وتعود الدواء ما تنزلش. يعود عاد علاجه لا يطلب انه علاج من جديد. يعود كان يعطيه هذا ست اشهر. هذا كي عاد بعد مدة شهر الاثنين عاد له الفترة الماضية صفحة العوجة يبدأ العلاج من جديد. معنى هذه المشكلة هون اللي دائما نعانوا منها. مشكلة أخرى تعطي لواحد مريض موعد يقول لي هيني ساوي دواء فاخذ دواء في نهار ثلاثة تم قاعدين بعد نهار ثلاثة هو جاجة. يقول لي أخوي أنتم مالك ما يجي موعد؟ يقول لك أنا لا وحلت والله انشطرت ولا اشتغلت كان الدواء مثلا عندي مش. يقول تميتي خلاص وقاعد بأثر. هاي اللي مشكلة. لكثريتهم متوامة ملتزمة تابع دواها إلين يقول له فلان دواء خرافة برا والسماح ودنا في مولان. هذه الكثير الأقل اللي مهم شو ليش يقول لي في رجع أربع شهرين والله ثلاث وعلاجهم عندي يجي مريض يقول علاجه في مجان مثلا ما ينبع إلا عاون نتمنى حضوره وتوام استعمال الدواء. دائما المريض قاعد معاه مرافق له موصوف انه يراقب الادواء يتم يقول في ليش من المرضى اللي يجي يقول يبغى دواء الهرم والله يحق هو تعالى تين مضاد حيوي قوي يحق له يقول انها قاعد وقبل في القلب وله والله قبل سهل له وله متابعه يمشي يجمع ثلاثه من قبل وبعد ما قبل تمدوا تحت الفراش. هذا مو اللي مشكله نعاني منه. ومهم ان احنا بعد مستعدين المرضى دواهم مجاني يقول ما ينبع ولا يرانقوا عندهم يجوا دواهم يقولوا المهم الله يعاونهم ويخطرهم وان شاء الله الحمد لله. وفعلا ملاحظ انه ينزاد ملاحظ السنه بعد الاخير عادي ينزاد. اللي عندي سجل هنا سنه 2016 كنت استقبلت شو 70 مريض. 2017 استقبلت 101 ورق 2018 هذه اللي مات وغاد استقبلت 94 مريض. معناه ملاحظ زياده فيه. هذا مناش ناتج عنه ربما المرضى يعودوا دواهم ما يتابعوه والله يقاطعوه والله يجي واحد من بعض الشارع هاي يقول برا ويصير قدو يتماش. هاي مولي هاي مشكلة باطن ملاحظة انه انزاد السنوات الأخيرة انزاد المرض عن نسبة اللي كان في السنوات الماضية. وانا الحمد لله الدواء عندهم من 2004 الحمد لله نعالجه. هذا سجل 2016 يصير إذا حين أرحمك شو 2016 مثلا اللي هو استقبل لاحظ انه مع 2017 2018 زياده في نسبه المرض زياده في تكلم في علاش؟ بلغت عنه حتى على انه بلغ عنه بعد ما رايك الدواء موجود وموفر وفاق الدول موفر موجود لكن ناتج عن المرضى قلت لك ما هم تضمن لا من المرضى يعطيهم العافيه. كل واحد يبغى دواء عشان يقول برا ويتم يقطع دواء. وقطعا في الملاحة أن فيه زيادة اللي هي أولا يعودي شخص كان دواه لها 6 أشهر أدري هي مطي 8 أشهر اللي يقول لهم رشيت انتكاسة وفعلا عادي يعدي وإذا كان عدوى من ذاك الأول اللي هو مش ما هات برا معناه مازال يعدي معناه أنه أكثر نسبة اللي رشيت من ذاك الأخر
اللي هذا اللي انتكاس يقولوا له مشى ما تبرع معناه انه مازال قد يعدي. هذا هو اللي خطورته معناه انه مشى ما تبرع معناه حد ما تبرع معناه مازال اللي يعدي. ياكل مشكلة ياكل انتكاس. وثانية ليس فترته كان 6 اشهر عاد 8 اشهر. 8 اشهر من الشكل و 8 اشهر 5 من الشكل. ياكل اللي ياكل يزيد فترته هو اولا وهم اللي يزيد يسوي عدوى. هذا هو المشكلة. انتكاس يقول له. أنا واحد هو اللي متابعه معايا واحد هون تعدل بيكا بحس قشع هذا بعدين تعدل وقتي أنا في الراحة والله عندي عطلة تيجي تبقى بلي معطيه الدواء معلمهم مكونين هون هم الدواء لقوا سرعات وانتظام وفترة فحوص اللي تتبع شهرين 5 شهر 6 شهر هي اللي تبقى بلي هون وقال المقابل أساسا من الآن وقتي أنا هون أنا بدأنا مسؤول عنه وأنا مسؤول عنه مستوى الإدارة جهوي إلا أنه مساعد عادي فحص الحامل أولا ثانيا عدنا ما نهون كلف سبنة توزيع الدواء هو مجاني قلت لكم إنه ما ينبع هو السل شكلين شكل رئوي والعلم الله يتنخم عود المترفة مجهد المخامة ذاك هو اللي يعدي وشكل خارج الرئة ذاك ما يعدي كيف نقول وهو يصير عضاء كامل في مرضى بوت اللي وظهر وفيه عودد وفيه مدفض وفيه لمعاء وفيه الكلى ذاك النوع ما يعدي واللي يعدي منه وذي اللي يعود ولا اللي أدري أوي يقولوا إحنا موشى بالقشع أدن خام فيه الميكروب ذاك ملاه اللي ما يبرى هو اللي تم يعدي ما يبرى ذيك هو قاعد اللي يبغى دواء سوينا له ما تيعدي يقال يا تتابع دواء لين وهو اللي ما يتابع دواء لين يبرى يتم كي بشارة لا يوقفوا يأكل اللي يعدي أدعى دواء تود سريعة به اللي يبغى جرهم مناعة ودم اللي هو أدري لا مسألة يعدي ما محيطه وأهل الناس اللي ساكنين في وسط الشوخر ما يعد كيف اللي في الظهر كيف اللي في الأمعاء كيف اللي ما يعد نقول عنوانه قلت لك نقول رقم هاتف نقول منين ساكن قلت لك لما جينا قاعد ثلاثين وضربة نتلف نوعي مرة يتكلم يقول لا كنت ما يصحى والضلات الحمى ويجينا مرة قاعد ما نشفره مرة يقول هو راه ذاك سافر قاس البادية ومرة يقول راه قاس بيريد عنده شورة بيريد خارج هنا خارج المقصود ومشي وحنا عند بنجبات نقول شو هالمرض يا أخوي خطير وبسيط حد تابع دواه والتزم به وهنا ما هو سب واحد حد همله لا يعرف انه مرض خطير لا يتمابر عنك ويتأدي أهلك وفرانك وهذا موضي هنا يا أخوي لين قال لك تواكفوا عندنا في الساعة تود يبغي تمشي يبغي تسقل يبغي تسرع شنو يلتزم به واحد منهم ما يلتزم إشارات الله أنتم تلون عليه لا أجبرنا أجبر إحنا ما قالوا من قيس هو على واحدين يقولوا من قيسين العنوان اللي يعطون العنوان اللي قيسين كي مثلا قال واحد من اللي انتقل شو بولاية فراكنا اللي رسول فم بولاية فراكنا اللي عندنا إحنا شو يقول لسيدتي عندنا كامل أرقامهم اللي يتصلوا عليهم يقولوا راه فلان شاف يعني قام هم اللي تلون علينا وين راه فلان مشاركم فلان وفلان رقم كذا ش عندكم ولو كم يبغوا الدو وهم التزموا انه جاهم هذا موضوع الى يتابع دعاء عندهم فهم يا غير واحد قلت لك يمشي ولا يجي له يمشي ولا احنا ما نعرف ترمي لنا شبره ما نعرف من يساك هذا عود مرته الا برطع صفحه المرحله الاولى شيء قال له ارهش زد هذا المركب برك ارهش زد هذا عندي المريض مهله الاولى يسوى خاجر يسوى رئوي في بعض الدوار قال ارهش زد تكون من 4 مواد R H Z اختصاره نقول الفامبيسين إيزانيازيد برازاميد إتامبيتول اختصروا هنا R H Z حروف الأربعة الأولى من كل كلمة قبل الحرف الأول تو R H Z هذا المرحلة الأولى من الدور لهجة بعض الدوار شهرين يا مرة عودة 3 أشهر 3 أشهر يكفي حالة ورشيت نقول لك انتكاسة والله تم يبغى دوين قطع فهنا الدو على ريبريز ولا أشك ولا رشيت أو حالات ثلاثة كلها لا هي بها هدو أهرج زدة يبغوا 3 أشهر هذه مرحلة أول من الدو مرحلة ثانية أرحش هذا الدو شهرين كيف حد ما قطع بودو وثلاث أشهر حد قطع فيه برانقول ورجع المرض به هو اللي ما يزقر منه قد يرجع بعد 10 سنين هذه مرحلة الأول شهرين يجي يبغى وزنه بعد الفحص الخامس نعود ما يمشي يبغى الشيء قال أرهش
لي فامسي ايزونيزي لي فامسي ايزونيزي اخذوا من المرحله الثانيه. هذا حاله الانتكاسه بدل يبا هذا لا يبا عقب هذا يبا هذا ارخش اه فامسي ايزونيزي وتنبته. هذا حاله الانتكاسه والله ايش يقولوا مرشد والله ربيز والله اشك. هذا بدل يبا هذا حاله طبيعيه. هؤلاء هنا هذا سنة تكاسة ولا رف وشك يجيب بوا بدري يفهم هذا الشهر يبوا هذا خمسة أشهر هذا الأربعة أشهر هذا صح خمسة أشهر. وفحص مريهم مجان فحص القشة الخام مجان ما عنده ما يخلص في شبه ولا الخام ولا الدو. أنا بيجي زي ما نقول يا أخوي دواك مجان فحص مجان إلا عاون لبنك تجينا وتتابع عن الدواء ما ترانق مجي دائما ما يرانق ولا في جيد خليه ما ترى تنعطيه دواء وتمشي. جاء واحدين في العدواهم كي تروي الدحميس يقولوا هو أنا جاية كي مر عليه والله صحي ويرى عن جاية كلين يجيك حني يفطر لين يجيك نعطيه لك إن شاء الله. وأنا قاعد مصيم أقول لا يخلي يفرق ثم نهارين ثلاثة يجون يقال واحد جاء واحد يسأل واحد مهمل والله مهمل والله وش يكون عدو ما عدو نجي بعد واحدين مولي شو بس مولي قلت لك إنه ما يقدر يطلع ما 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 يجي يقول بعد أسبوع الله يقول أنا كنت بسافر. هو إذا قطع أسبوع هنا ما يخسر شيء ذاك اللي قطع يعوض له تو هو يدخل إلى شهرين ولا ثلاثة. حال شهرين ولا ثلاثة يتعدل الفحص إلى عاد مازال كي نقول نيجاتيف تابع دواه تو إلى عاد سابوسي في ريبريز اللي دواه من جديد ريبريز. في فرق بين ريبريز ورشيت. رشيت اللي برا ورجع المرة. المركز الصحي اشتغلت فيه تقريبا 15 سنة مع أنك إن ما شاء الله عندنا خبرة في هذه الأدوية. وعادة الأدوية ما عندها مشكلتها إلا في حالة عندها ريبتير ما فيها ريبتير ما فيها مشكلة. إحنا جميع الأدوية اللي جينا عن طريق كانت تصل مع حد خالق إلا دبير وزال سابق يفرق الولايات كانت خالق إلا مركز كانت خالق إلا دبير ونيفو دلا كابيتال منين قسمت عاد كل ولاية وحدها. عاد عندنا ديبو مثل الدبير تابعين للولاية الجنوبية. يعني عن جميع الأدوية اللي عندنا هون منين تلاقوا نعدلوا كوماند نعدلوا كوماند نطرحوها نشوها شور كاميك تعدل للدفي تردنا للدفي ونمشوه شور للدرس يوقعنا عليه ويعطينا الشك على ذاك للدفي ونمشوه شور مباشرة شور كاميك ونفرسوا له ذاك المبلغ اللي ندوره ويجينا الدواء بالصيف اللي هذا. وجميع الادويه اللي موجوده عندنا جايه عن طريق كامل ما عندنا مصدر اخر. الادويه كامله متوفره وباسعارهم اللي زهيده احنا نقولوا عنها زهيده بالنسبه للاسعار في الصيدليات التجاريه. عندنا اموكسيسيلين مثلا من اقل شيء سعر زهيد وبمانتين سعر زهيد. جميع الادويه موجوده الادويه القاليه موجوده. يعني عن ما فما تي اي مشكله في اسعار الادويه. عاده يجون الطبيب والله الماجور يعدل كونسلتاسيون يجيني هون الاوردونانس يمشي يقيس لاكيس يخلص لاكيس ويجيب لي الفاتوره ونكون نتوا مع المريض وتقلب تماشي ما فهم اي مشكله. عاده اللي ريبتير هما اللي ما هم خالقين ريبتير. احنا مشكلتنا اللي ريبتير اللي يلعب خالقوني هو كامل شو اخر ما عنده مشكله. احنا هون نقبل احنا مالي عندنا لا مصدر كاميك ولا دبير. عندنا الفضل اللي عندنا هون نبيع الادويه كامله المحصول الصيدله نفرسوه في كونت عند الدبير شراء الادويه الجنوبيه. كل مثلا من يتلاون عدلوا مال كوماند من يجينا للدفي الدفي نجيبوه للدراس صاحب الدبير يوقعوا هنا يعطونا الشك ونمشيو نجيبوه نسحبوا دوانا. يعني احنا عاده نعدلوا الكوماند من حسب الحاجه من تعود عندنا قال عندنا احنا شوي والله عاد لا يدخل لنا ريبتير والله شيء نعدلوا كوماند ونمشوا شور كاميك وكاميك اللي يتعدل لنا ذاك الدواء منين يعود عندها اللي يتمشي لنا للدفي انه موجود بسعر ما هو كذا وكذا ونحن مباشره نحيلوا شور للدرس ويعطوا وقعوا ويعطونا الشك ونحن مباشره نمشوا للشك. اسعار الادويه لا الاسعار المعروفه في الاطباب هجنا حتى انتبيوتيكا عارهم كان اوغمانتي. احنا هون ينباع في الصيدليات التجاريه ب 3000 وشيء 3800 احنا نبيعوه ب 15% هذا اوغمانتي هو وعرش
لاموكسيسيلين نحن نبيعوه بفلاكيتو ب 300 وفي الصيدليات الاخرين ب 400 و 500 مثلا عن مثلا الاخر اسبرين باراسيتامول حبه منه ب 500 بلاكيتو ب 50 وقيه كامل الادويه اللي الاسعار الزهيده ما هم هناك شيء. عاده الادويه الاختصاصيه هي اللي عاده تعود قال ما هي موجوده عندنا. كيف مثل ادويه لامراض النساء والله الدرماتولوجيا اكثر ادويتها ادويه الاختصاصيه وذوك عاده ما يعود في شيء يعود موجود عندنا في شيء الدهين وفي هذا شيء من الادويه وفي ادويه اخرى يعود ما هم اصلا في السيستم دارك فرما اصلا ما هم في السيستم ما هم داخلين في السيستم دارك فرما عنده طريقه خاصه للادويه عندهم الصيدليات الاخرى الخاصه بهم احنا ما هم في السيستم دارك فرما عاده الادويه الموجوده في السيستم دارك فرما الساعة الخلق عاده هي الموجوده متوفره ولا خلق فيها ريبتير خلق الا عبد الفود بعد ما هم بشيء عاده المرضى اللي يجوا اكثريه حاجياتهم يجبرون الى اتم الدواء والله شيء اللي يعود معناها انه ما هو اصلا في السيستم دارك فرما عندنا اخصائي امراض شفت اخصائي امراض الجيل طالب اصلا لما تصير هون ما في مات حد ذاكم ما مفكتي اوفيسيال ما هون طلب المدسين اياك يساعد المواطنين هون طلب اخصائي بالاخص اخصائي امراض الجيل اللي اخصائي امراض الجيل ما احنا اصلا ما جاتنا واطلبها هي تجي للمرضى هون يوم الاربعاء بسيطه تجبر شهور الاطباب بلادها الاخر كونسلتاسيون ب 5000 و 6000 وهون تجي طالبها مدسين ياك تساعد المواطنين هون كونسلتاسيون بالفوقيه هون لي جينيكولوج مولي نفسه يجيهم زاد هو نهارين في الاسبوع زادوا كونسلتاسيون زاد بالفوقيه بدل من 6000 و 7000 هذا كم مساعده من المدسين شيف للسكان هنا كثريت امراض الجلد ادويتها ما هي متوفره فما شيء قالوا طومات كيف الجريزوفيلين وكيف شيء من الدهين موجود هون وخالق شيء منهم ما هو اصلا في السيستم دارك فرما خالق شيء منه في السيستم دارك فرما كيف قلت لك خالق شيء منه ما هو في السيستم دارك فرما هذه هي اللي وفما اخصائي جينيكولوج دكتور يجي هنا عاده جاي مثلا يامس كان هون يعدل كونسلتاسيون سادوكم هو يعد في الأطباب البلدات الأخرين ما هو بسيط مجبرانيته هو يجي طلبوا يجي يهتم يجي المواطنين هون أسبوعيا مرتين الأسبوع زاد هو وهنا تي عندنا هون الدنتيست هون موجود كان يجينا هون أخصائي في أمراض المفاصل الدكتور قال محمد المزاد هو وعاد عادة إلين من ما يجينا مشوا مرضانا نرفعهم شور عادة في شيء فيه وفي شيء ما هو في التغطية عادة هذا هو اللي غير بعد ذاك اللي منه في التغطية موجود وإلاجة ونباع لهم بسعر زهيد خالق الأدوية المجانية كانت موجودة وكانت تجبرها خالق الحالات الناس اللي ما عندهم شيء يسوى شنو يكتب عنهم انديجانت ويكتب مدسين حالتهم ويعطي لهم الدواء مجانا لك الناس اللي عندهم حالات ظروف خاصة ما يقدروا يشتروا الدواء ونحن نعرفهم ولي ونعرفوا مثلا نفاصلهم من الناس نعطيهم الدواء مجانا ويكتبوا يكتب مدسين عنهم نعطيهم مجانا وينكتبوا أساميهم مصدر والدواء اللي نعطي لهم من وين جاي عادة كمساعدة للمواطنين الضعاف هنا تميلين يجي كرقاش ما هو تميلين يجي كرقاش يقول لك عنه ما عنده صفة حتى يجوني أنا هنا ويقولوا لي عنهم ما عندهم صفة الشراء الدواء يحتمل احنا قد جينا مريض وقلنا عنده ما عنده باش يشري الدواء ونخلوه ماشي بالسيف انا اعطوه الدواء ونكتبوا عنه ضعيف ذوك ادويه مجانيه قاعد ما فيهم قاع ادويه الملاريا والسل فهم عند محفوظ هو اللي عنده اختصاص في امراض السل لا عند 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 واحد اخصائي في امراض السل لكن الدواء قاع مجاني مطروح ما عنده علاقه بالصيدلي بشكل مباشر لا المريض يجي عنده طاقة متابعهم وساميهم ويشوف يوميا الصبح يطلع يشوف يوميا ويعطيهم دواهم ويتقلبوا تماشي لما الطفل عنده عندنا هنا تشين قال له الكرنيه يقطعوا عليها السعر الجزاري اذا قطعوا المراه هنا 6500 عاده مده فتره الحمل يقطع هون عاده حالته كامله تقعد صار مترنتين احنا قطعوا لهم ليسيا ماترنتي والدواء موجود وهذا هو هنا ما هو هون بالضبط قال عندي مفاتيح وهذا هو هون في المغازينه وعادة العليات منهم اللي قال الدواء ما كانوا عادة العليات منهم اللي كيبدا قاعدة لا ماترنتي الدواء مع انعطى لها كل نهار عند الاساس فام ريسبونسابل تجينا نحن بنا احنا ما عندنا مفاتيح المغازينه ذاك اللي قال
تكتبوا تسجلوا قبل نحن نسجلوا نعطوه إلى كامل القاعدة وتمشي هي تمشي هي تمشي هي بالدور ونسجلوا فمات فمات المسؤول عن 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 التسيير ينشين لكنه من ذاك الدول اللي قبل اللي ساش فهم عادة مرة مالي أنت مشكلة دائما أنا ترتفع ما في مشكلة ذيك بعد هنا تيجي في الحالات الاستعجالية دائما أنا يفرم يدك أرض يفرم يدك أرض دائما هنا تيجي أطلع عادة إحنا عادة النقص الثالث الرابع فم سيرفيس دريجانس يباتون اللي نعود مع الصباح واسمع على السيرفيس مالي ما ترنيته مود دائما مفتوح قاع فانت كتسير فانت كت ما في أي مشكلة تمويل ما في مشكلة ما في ما عندهم كامل موجود كامل ما عندهم مشكلة لا ما ترنيته موجود حالتهم كامل هذا كامل الحالات الاستعجالية موجودة عندهم دواء موجود مالي متوفر عادة الأدوية لا مالي من نفس القضية من تعد فماتي عربتير والله شيء عدلهم كمان